أتمكن من الإعراب والنطق السليم ينبغي أن أفهم جيدا معنى الكلام. إذا أنا أدركت المعنى مظبوط حطيت الإعراب بتاعي مش على المستوى المدرسي، سيبوكوا المستوى المدرسي. الامتحان في إيه؟ وأنا قاعد أقرأ أو أتحدث أنطق لغة سليمة طالما أن المعنى في وعي قائم فسوف ألفظ لفظا سليما. يجيني بقى أي حد كاتب أي نص عشان نعمل عليه موضوع تطبيق. أي حاجة مش هقولها برضه. تطبيق يعني؟ حاجة تطبيقية. تصور قلبي نورا جديدا نهارا. انت اضغطي الهدف ايش نقط كده خلاص هنسيبها. يلا اطلعي بصوت عالي. تصور قلبي نهارا جديدا. بصوا طرطقوا دينكوا عشان تقعوها في الخطا او عشان تمسكوا خطا. تصوره قلبي غير بعيد يعيش به العرب في وئام وتحوم حولهم حمامات السلام. لا يناقص عيشهم إنسان ولهم فضل في كل مكان. لا يخافون ذل ولا مهان ويفعلون الخير ما دام بالإمكان. يفشوا بينهم السلام ويعزفون عن القبيح من الكلام. لكن شرور الغرب باتت طاغية أصابت العرب إصابة رابية. أهلكت حرث عرب تفرقوا فلا أطاعوا حاكما ولا التقوا. ترى تشريدا ترى تعذيبا ترى إنسانا لولده فقيدا. ترى أمم تبكي لكثرة أحزانها فلا ضحكت لحظة ولا كفت عن شرورها. تأذيب البنت اليوم صورية ايوه من حزن العرب. احيانا ما تبقاش صوب العنصريه. ماشي من اول بقى كده. هي نطقت نطق سليم ما لهاش ولا نطق. وليه دي بقى يقول لك نطق؟ اخطأت في اللغة كذا خطأ يعني. شوفي يا بنتي شوفوا كلكم الصورة. العاطفة أو الوجدان اسم الشرط بتاعه أداة الشرط يعني جازمة. الأداة لما تكون جازمة بتجزم كل منه فعل الشرط وفعل الجواب. وزين عندما يقع المضارع في جواب الطلب زي ايه؟ ذاكر تنجح. تنجح ده فعل وقع في الغرب. هذه حالات ليه؟ لازم نفهم. طيب متى ينصب الفن ده؟ إذا وقع بعد أداة من أدوات النصب. وهم إيه؟ أن لم كان لم تعبير حتى فاء السببية لام العروض. ما تعرفوش بقى؟ فاء السببية لام العروض. ما تعرفوش بقى؟
الانتصار. إن وقواتها دي بالاسم، لكن أم لم كي لم تعني فاء السببية لام الجحود. ماشي؟ فاء السببية ولام الجحود إن شاء الله تبقى من خلال الزمن من أوائل